الوضع في ديالى اليوم احكي لك الامني، انا اعتقد جيد جدا يعني في محافظة ديالى. اليوم ينقص المحافظة فقط الاعمار المعنيين على إدارة محافظة ديالى وتحديدا بغداد، يعني انا رسالتي رئيس الوزراء والقوة السياسية المتنفذة في محافظة ديالى، انا نصيحتي لهم يبدلون الإدارة بالمحافظة. اذا ما يبدلون الإدارة، لان هذه الإدارة تقصد به المحافظة إدارة يعني؟ إدارة تشمل أغلب الدوائر الموجودة بالمحافظة اليوم، يعني مو المحافظ. أنا من أقول الإدارة كاملة طبعاً، لأنه الهرم لأنه متورطين بالفساد، واضح الفساد كم هائل في محافظة ديالى، رغم أنه الموازنة اللي جت روح ديالى هي قليلة. وبنفس الوقت أنا أؤكد على موضوع رئيس الوزراء يجب أن يفتح ملف صندوق الإعمار. صندوق الاعمار استخدم باستخدامات سيئه وبه شبهات فساد كبيره من الجهات السياسيه النافذه في محافظه، تقسيمات السنه والشيعه.